طيب التوصيل المقاومات اكيد هيكون ليه انواع، فالنوعين الاساسيين لو انتوا فاكرين بقى فيديو الشرح ان في نوعين اساسيين دول اللي موجودين في الكتاب، ان في توصيل التوالي وفي توصيل التوازي. هنفهم يعني ايه توالي ونفهم يعني ايه توازي، بس اللي عايز ازوده عندك ان في حاجه اسمها لا توالي ولا توازي. لا توالي ولا توازي معناها ايه؟ ان هما متوصلين مع بعض وخلاص، لا هما توالي ولا هما توازي. ده بقولها ليه؟ عشان اي طالب بيشوف اي مقاومتين بيبقى عايز يخليهم يا توالي يا توازي، ولو المدرس قال له غلط يقول له ليه غلط، هما شكلهم توازي او هما شكلهم توالي. في حاجه ثالثه هي لا كده ولا كده، ما ينفعش تحلها، سيبهم كده زي ما هما، حل بقيه المساله هتلاقي الاثنين دول عرفت في الاخر هما تبع ايه. فده بس معنى لا توالي ولا توازي عشان الطلبه اللي كانت سالت عليها في الفيديو بتاع الشرح. نيجي بقى نفهم يعني ايه توالي ويعني ايه توازي. المفروض انتوا فهمتوا يعني ايه توالي وتوازي، بس هنقولها بقى باختصار على اساس ان احنا ندخل على المسائل على طول. توالي من اسمها كده يعني حاجات متواليه ورا بعضها، يعني حاجه ورا حاجه ورا حاجه. فبالتالي معنى التوالي الشكل الاساسي بتاع التوالي ان هي مقاومه وراها مقاومه كمان وراها مقاومه كمان، فدول كده اسمهم توصيل مقاومات على التوالي. طيب ايه هي العلامه المميزه؟ لو انت ماشي معايا في مذكره الشرح فهتلاقي اول حاجه التوصيل التوالي والتوازي، الغرض منه انك عايز مقاومه كبيره. فلو انت عندك شويه مقاومات وعايز منهم مقاومه كبيره فتوصلهم ورا بعض فبتاخد قيمه مقاومه اكبر ما يمكن. ده اول معلومه عندنا. طيب التوازي، التوازي الغرض منه انك بتاخد اقل ما يمكن من المقاومات. يعني لو عندك مقاومه واحد واثنين وثلاثه بنقول كده ان المحصله في التوالي اكبر من اكبر مقاومه. يعني لو كان عندنا هنا مقاومة R ومقاومة 2R ومقاومة 3R، يعني ايه R و2R و3R؟ يعني دي مقاومة مثلا ولنفرض 10، دي 20، دي 30، واخدينها بس بصفة عامة على اساس ما نقعدش نحسب ارقام ونقول جت منين. ففي عندنا ثلاث مقاومات R و2R و3R، لو انا وصلتهم كلهم على التوالي المحصلة بتاعتهم هتكون اكبر من ال 3R. ده معنى ان المحصلة اكبر من اكبر مقاومة في دول اللي هي 3R. طب تعالى كده في التوازي، لو عندي نفس الثلاث مقاومات توصيلهم توازي، يعني ده مقاومة ودي مقاومة ودي مقاومة، ثلاث مقاومات بوصل الأطراف بالأطراف، ثلاث أطراف دول مع بعض وثلاث أطراف دول مع بعض، يبقى ده كده مدخل تيار وده مخرج تيار، ويدخل من هنا يتوزع كده وبعد كده يخرج تاني. لو دي R ودي 2R ودي 3R فمحصلة ال R وال 2R وال 3R هتكون أقل من ال R، يبقى هنا في التوازي المحصلة أقل من أصغر واحدة، فهنا أصغر واحدة R يبقى محصلتهم بقت أصغر منها. عشان كده الغرض من توصيل التوازي إن أنا بحصل على مقاومات محصلتها أقل من أي مقاومة فيهم. لو في التوالي بحصل على مقاومة محصلتها أكبر من أي مقاومة فيهم. ده كده بالنسبة للتوالي شكله الأساسي، وده شكل التوازي الأساسي، الغرض منه هنا مقاومة كبيرة، هنا الغرض منه مقاومة صغيرة. نيجي للمعلومة اللي بعد كده، طريقة التوصيل الشكل اللي إحنا رسمناه. بعد كده شدة التيار. بالعقل والمنطق كده لو انت شايف طيار او انت نفسك لو انت ماشي في طريق كده طيار اسمه اي قبلك مطب، فهتعدي المطب وتكمل هو انت مش هتتعور خالص ولا اي حاجه، هتلاقي هو نفس التيار. فمعنى توصيل التوالي المعنى الاولاني ان التيار ثابت، نفس التيار اللي يمشي في المقاومه الاولى هو الثانيه هو الثالثه. طيب تعالى كده في التوازي، في التوازي هيدخل تيار اي، فلما تيجي ماشي كده هتلاقي قدامك ثلاث طرق، هتعمل ايه؟ انت نفسك تمشي من اي طريق منهم، ولكن لو هو تيار ماشي في ثلاث اسلاك يعني انت مشغل ثلاث اجهزه فاكيد التيار هيجي لده وده وده، فبالتالي التيار اللي هو الاي هيتوزع اي واحد واي اتنين واي تلاته، بحيث ان الاي نفسها الكليه عباره عن مجموعه ثلاث ايات دول. نقول تاني، ده تيار ماشي بعدين لقى قدامه ثلاث طرق او ثلاث اجهزه عاوزين يشتغلوا، فبالتالي هيقول هودي هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. فلو كان معايا مثلا 3 امبير او خليها 10 فهدخل هنا 2 وهنا 1 وهنا نص مثلا، او هنا 1 و2 و3 مثلا لو كان التيار كله 6 تقريبا يعني. فالمهم التيار ككل بيتوزع على الفروع دي ازاي هنعرف كمان شويه، ولكن المعلومه اللي بنتكلم عنها دلوقتي ان هنا في التوالي تيار ثابت، هنا التوازي التيار بيتجزأ، ودي معلومه اضافيه عشان تعرف هل هما فعلا توالي ولا توازي. لو عندك مقاومتين او 3 او 5 او 20 او 100 وعايز تعرف هما توالي ولا توازي، شوف التيار هيمشي فيهم في مسار واحد ولا هيقابله اكتر من مسار زي الرسمه دي. تمام كده؟ طيب بتعرف منين هو ماشي؟ هو مفيش قدامه الا طريق واحد يمشي فيه، فطالما كده مفيش الا طريق واحد اللي هو المقاومه دي، بعدها برضو مفيش الا طريق واحد اللي هو المقاومه دي، فيبقى كده ده اسمه توالي. اما هنا فبيبقى ماشي قدامه يا اما يطلع فوق يا هنا يا هنا، فده اسمه توازي. ده اول حاجه. طيب فرق الجهد، تعالى بقى نشوف هنا
المقاومة دي دي ار والتيار اللي فيها اي، يبقى فرق الجهد اي ار. طيب دي تيار اي والمقاومة 2 ار، ففرق الجهد 2 اي ار. هنا 3 ار في الاي يبقى 3 اي ار. حضرتك بقى ملاحظ ايه؟ فرق الجهد ثابت ولا لا؟ اكيد لا، يبقى فرق الجهد هنا مش ثابت. هنا فرق الجهد بقى بعكس التيار، هنا فرق الجهد الكلي، يعني لو عندك بطارية متوصلة بدول كده وليها فرق جهد، ففرق الجهد الكلي بتاع البطارية هنا هو اللي بيتوزع على دي ودي ودي، فبالتالي ده هيساوي الفي واحد اللي هو بتاع المقاومة الأولانية زائد الفي اتنين اللي هو بتاع المقاومة التانية زائد الفي تلاتة اللي هو بتاع المقاومة التالتة. طيب تعالى كده هنا على فرق الجهد، لو عندك هنا بطارية بالشكل ده متوصلة هنا، فتوصيل التوازي معناه ان فرق الجهد بيبقى ثابت ما بين جميع النقاط. ليه؟ لان النقطة دي هي متوصلة هنا ومتوصلة هنا ومتوصلة هنا ومتوصلة هنا، ما هم نفس النقطة بالظبط، اكن في عندك فيشة كده او موصل او فيشة مثلا، وقمت موصل بيها سلك هنا وسلك هنا وسلك هنا وسلك هنا، النقطة دي ثابتة للاربعة دول. طب الطرف التاني برضو النقطة دي ثابتة هنا وثابتة هنا وثابتة هنا وثابتة هنا، يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك ان الفرق ما بين النقطتين دول ثابت، سواء بقى للمقاومه دي او المقاومه دي او المقاومه دي او المقاومه دي او اللي هي البطاريه. فاللي انت عايز تقوله ايه؟ ان فرق الجهد الكلي هنا هو هو فرق الجهد على المقاومه الاولانيه، هو هو فرق الجهد على المقاومه الثانيه، هو هو فرق الجهد على المقاومه الثالثه. يبقى هنا فرق الجهد بيتوزع في التوالي، وهنا شده التيار هي اللي بتتوزع في التوازي. طيب طريقة توزيع بقى فرق الجهد هنا وطريقة توزيع شدة التيار هنا، عشان هي دي بقى اللي بتفرق ودي اللي بنحتاجها في المسائل. رقم واحد، هل هنا فرق الجهد المقاومة الصغيرة اللي اسمها R فرق الجهد عليها اسمه IR. طب المقاومة لو كبرت شوية بقى اسمها 2R، ففرق الجهد اسمه 2 IR. يعني المقاومة كل ما بتكبر كل ما فرق الجهد بيكبر، ودي حاجة بديهية لأن احنا عارفينها من قانون أوم إن الفي بتساوي IR، وبما إن ده توصيل توالي فالآي ثابتة، فالفي بتتناسب طردي مع الار، يبقى فرق الجهد بيتوزع على المقاومات بنفس نسب المقاومات. المقاومه الصغيره بتاخد فرق جهد صغير، المقاومه الكبيره بتاخد فرق جهد كبير، الاكبر بتاخد فرق جهد اكبر. اما بقى هنا بالنسبه لشده التيار، فتعالى كده نشوف هنا دول ثلاث مقاومات عليهم نفس فرق الجهد، لو كتبت نفس القانون هو الفي بتساوي اي ار، فرق الجهد ثابت فبالتالي الاي والار هما اللي بيتناسبوا مع بعض. هات واحده في طرف والتانيه في طرف، يعني ممكن تخليها الاي بتساوي في على ار، فالفي ثابته فيطلع لك ان الاي بتتناسب عكسي مع الار، فبالتالي التيار بيتوزع بعكس نسب المقاومات. يعني المقاومه الصغيره بتاخد تيار كبير، يعني دي مثلا تاخد 3 امبير، اصغر منها شويه تاخد تيار، الاكبر منها تاخد تيار اقل اللي هو 2 امبير، اكبر مقاومه تاخد تيار اقل خالص 1 امبير، اللي هما مجموعهم هتلاقوا 6 امبير. يبقى لو انا عندي 6 امبير داخلين في 3 طرق بيتوزعوا عكس نسب المقاومات، المقاومة الصغيرة بتاخد تيار اقل، المقاومة الكبيرة تاخد تيار، المقاومة الصغيرة بتاخد تيار كبير معذرة، المقاومة الاكبر بتاخد تيار اقل، المقاومة الاكبر خالص تاخد تيار اقل خالص. بيتحسب ازاي؟ ده هنعرفه دلوقتي لان ده اهم قانون في التوازي اللي بنحل بيه مسائل. ملخص اللي قلناه عشان نعرف التوالي منين، المقاومات ماشيه ورا بعضها او التيار بيبقى ماشي في المقاومات في مسار واحد مفيش قدامه مسار تاني خالص، اما في التوازي في اكتر من مسار بايا كان الشكل زي ما هنشوف دلوقتي في المسائل اللي هنحلها. رقم اتنين، شده التيار ثابته هنا، فرق الجهد هنا ثابت، هنا فرق الجهد بيتوزع بنفس نسب المقاومات، اكتبها عندك لو مش مكتوبه في المذكره، مش مكتوبه اكتبها عندك، بنفس نسب المقاومات. اما هنا شدة التيار بتتوزع عكس نسب المقاومات، لان العلاقة هنا عكسية ما بين الاي والار، اما هنا العلاقة طردية ما بين الفي والار. ده كده الجزء الاولاني. لو جيت بعد كده الاستنتاج بتاع القانون، بتستنتج القانون منين؟ من الحاجات اللي احنا كاتبينها. تبدأ الخطوة رقم واحد من الحاجة اللي بتتوزع، ايه هنا اللي بيتوزع؟ فتقول له بما ان فرق الجهد ده، دي خطوة رقم واحد اهو، فرق الجهد عبارة عن فرق الجهد الاولاني زائد التاني زائد التالت، وبما ان بعد كده قانون الاوم بيساوي ان الفي بتساوي اي ار، فهتشيل كل في من دول وتحط مكانها الاي ار بتاعتها. طيب فرق الجهد الكلي هيكون عباره عن ايه؟ عن التيار الكلي في المقاومه الكليه اسمها ار داش، او اسمها بقى المقاومه المكافئه اللي احنا عاوزينها في الدرس ده كله، المقاومه المكافئه. يعني ايه المقاومه المكافئه؟ يعني هي مقاومه واحده بتشيل كل المقاومات دي وتحطهم مكانهم. يعني مثلا لو انا عندي مقاومه 1 اوم ومقاومه 1 اوم، انا ممكن اشيلهم واجيب مقاومه 2 اوم واريح دماغي، صح كده؟ دي معناها مقاومه مكافئه.
يبقى المقاومة المكافئة هي مقاومة بتحل مجموعة من المقاومات. طيب يبقى التيار الكلي في المقاومة الكلية عبارة عن في واحد اللي هي الاي في الار، يبقى اي مش هقول بقى اي واحد واي اتنين لان التيار كله ثابت في كلهم، اي في المقاومة الاولانية زائد اي برضو في المقاومة التانية زائد اي برضو في المقاومة التالتة اللي هو فرق جهد عن المقاومة الاولانية التانية التالتة. طب التيار الكلي انت قايل ان هو احنا كاتبينها فوق ان التيار ثابت اللي هي الاي واحد بتساوي اي اتنين بتساوي اي تلاتة بتساوي اي الكلي، بما ان الاي الكلي هي الاي هي الاي هي الاي فبتشيلها يتبقى لك ان الار الكلية هي الار الاولى زائد ار التانية زائد ار التالتة، وده كده قانون محصلة مقاومات متوصلة مع بعض على التوازي. يبقى لو على التوالي، يبقى لو جاب لك شوية مقاومات متوصلة توالي يبقى محصلتهم يعني مقاومتهم الكلية عبارة عن ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة ايا كان عددهم. بنفس الطريقة هنعملها هنا، بس قلنا بنبدأ بمين؟ بالحاجة اللي بتتوزع. فالحاجة اللي بتتوزع هنا هتقول له دي خطوة رقم واحد، وبما ان التيار ده عبارة عن التيار الاولاني والتاني والتالت، وان ان الاي بتساوي في على الار فعوض بقى هنا، يبقى دي الخطوة اتنين. خطوة رقم تلاتة لما تشيل الاي وتحط مكانها في على ار يبقى الفي الكلية على الار الكلية بتساوي، المفروض تقول في واحد بس بما ان الفي واحد وهي الفي وهي الفي وهي الفي التلاتة كلهم عشان هما توازي فتقول هي برضو الفي على الار واحد، بدل ما تقول في اتنين على ار اتنين هي هيها نفس الفي فسيبها في على الار اتنين، وبرضو دي سيبها في على الار تلاتة، الفي هي الفي هي الفي هي الفي فبرضو تختصرها. يتبقى لك ايه بقى؟ محدش يقول ار واحد زائد ار اتنين، ليه؟ لان انت لما بتختصر الفي بتبقى مكانها واحد، يعني عندك واحد على ار داش بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة. يبقى قانون محصلة مقاومات متوصلة مع بعضها على التوازي بتساوي مقلوب المقاومات، مقلوب المقاومة الكلية بيساوي مجموع مقلوبات المقاومات التانية. دايما عشان ما تنساش وما تتلبخش احنا بنقوم مختصرينها كده على بعض. لو انت بتحل الطبيعي كده بالقانون ده المفروض لما بتحسب المقدار ده ولنفرض انك حسبت دول طلع خمسة او واحد على خمسة، فمين الواحد على خمسة؟ هو الواحد على الار داش، الواحد على الار داش بتساوي الكلام ده، الكلام ده لو طلع واحد على خمسة فهو الواحد على الار داش مش الار داش بس، فلما بتيجي تجيب الار داش بتقوم قالب اللي بعدها اللي هو واحد على خمسة تخليها خمسة. فعشان ما تنساش الخطوة دي فبنقوم مختصرين القانون ده بدل ما هو شكله كده، فبنقوم قايلين لك احسبها مرة واحدة، اقول له ان الار داش عبارة عن واحد على واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة، وهيطلع لك الناتج على طول مرة واحدة مباشرة. تمام كده؟ يبقى لو انت عايز المقاومة الكلية هنا تبقى واحد على مجموع واحد على كل مقاومة من دول، او تحل بالقانون ده عادي وفي الاخر تقلب الناتج. الطريقتين صح. ده كده التوصيل التوالي والتوازي والمقارنات ما بينهم. في بقى حالات خاصة بتسهل بعض المسائل. يعني ايه؟ يعني لو المقاومات دي كلها متساوية، يعني عندك دي خمسة ودي خمسة ودي خمسة، فبدل ما تقول خمسة زائد خمسة زائد خمسة فهتسهلها على نفسك تقول ايه؟ خمسة في تلاتة. يبقى المقاومة الكلية في حالة التساوي بتكون عبارة عن عدد المقاومات مضروب في مقاومة واحدة، دي خمسة وخمسة وخمسة، فبدل ما اقول خمسة زائد خمسة زائد خمسة او مايل خمسة اللي هو قيمة المقاومة مضروبة في عددهم اللي هو تلاتة. طب لو عندي اربع مقاومات والمقاومة بتلاتة يبقى ال n باربعة وال r بتلاتة، اضرب الاربعة في تلاتة يدينا اتناشر، هي هي لو قلت اربعة زائد اربعة زائد اربعة. يبقى ده حالة هنا في التوالي. طيب في التوازي اكيد هتكون شبهها. يبقى التساوي هنا شكله كده، وفي التساوي هنا شكله هيكون بدل بقى ضرب هيكون اسمه قيمة المقاومة الواحدة تقسمه على عددهم. يعني لو عندك ثلاث مقاومات ستة ستة وستة وستة توازي، يعني دي ستة ودي ستة ودي ستة، تعمل ايه؟ قيمة المقاومة ستة اقسم على عددهم تلاتة يديك كام؟ اتنين. يبقى ده امتى القانون ده وامتى القانون ده؟ في حالة تساوي مقاومتين المقاومات هنا وحالة تساوي المقاومات هنا. التوازي فيه قانون برضو سهل اضافي في حالة ان عندك مقاومتين اتنين بس، يبقى ده في قانون لو مقاومتان فقط، مقاومتان توازي فقط. يبقى القانون ده امتى؟ مقاومتين اتنين توازي بس. بتعمل ايه؟ المقاومة الكلية بتبقى حاصل ضرب المقاومتين ار واحد في ار اتنين على الار واحد زائد الار اتنين. تمام كده؟ عندك اي مقاومتين توازي تاخد حاصل ضربهم على مجموعهم. طيب
القانون اللي تحت لو صعب ففي طريقة تانية سهلة انك تحل بيها. لو عندك 3 مقاومات زي دول تعمل ايه؟ انك تاخدهم 2 ب2. يعني ايه 2 ب2؟ يعني دي R1 وR2 اهم، تاخد الاتنين دول مع بعض تحلهم بالطريقة اللي قلناها دلوقتي، انك حاصل ضربهم على جمعهم R1 R2 على R1 زائد R2، ده هيديك مثلا قيمة ونقول انها R4، يبقى الاتنين دول بR4. اتبقى لك ايه دلوقتي؟ المقاومة الجديدة اللي انت جايبها مع المقاومة الاخرانية، بس تحسبها اكنهم مقاومتين بقى، ال R3 مع ال R4. لو مش فاهم ده يديك الار الكلية. نقول تاني، لو عندك 3 مقاومات فالقانون بتاعهم تحت، لو عندك مقاومتين 2 فالقانون بتاعهم ده. بس بقول لك لو انت عايز ال3 مقاومات تحلهم بالقانون بتاع 2 مفيش فيها مشكلة، بتاخد الاتنين اللي فوق مثلا تشيلهم وتحط مكانهم القيمة بتاعتهم اللي هي R4. بعد كده تاخد الR4 اللي هي بتاعت الاتنين دول مع المقاومة التالتة اكنهم مقاومتين 2، يعني بتاخد 2 تشوف قيمتهم وتاخدها مع اللي بعدها، يبقى كده 2 برضو بنفس القانون ده. ده كده كل قوانين التوالي والتوازي، مفيش فيها قوانين تانية غير القانون اللي بنحسب منه حالة التوازي، وده هقوله لك دلوقتي في الفيديو ده لأنه مهم جدا، وبعد كده نحل المسائل ونشوف بس في الفيديو ده ازاي تعرف توالي ولا توازي، وبعد كده المسائل هتكون في الفيديو الجاي لوحدها مع الملاحظات اللي هنقولها، بس بلاش ملاحظات في أول فيديو عشان ما تتعقدش من الموضوع، لأن الموضوع فيه حاجات كتير مهمة. ده كده القوانين الأساسية، هناخد بقى القانون اللي بنحسب منه مين؟ الحاجات اللي فيه التوصيل التوازي، فخليك معايا كده وركز وهنقولها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واوعى تنساها عشان دي لازم يجيلك 100% لازم يجيلك عليها سؤال. تاني حاجة ان الطريقة دي المدرسين التانيين عشان الطلبة اللي بتاخد دروس بيحفظوها بقوانين مختصرة، والقوانين المختصرة انت هتنساها ومش هتعرف تجيبها تاني بعد كده، فحل بالطريقة الأسهل اللي انا اقولك عليها دلوقتي. ايه هي الطريقة السهلة؟ هناخدها في مثال بسيط، ان في عندك مقاومتين 2 بس، فلو انا عندي شدة تيار او تيار شدته I1 او I خليها I يعني التيار الكلي، هيدخل فرع R1 ويدخل فرع تاني في مقاومة R2. اولا التيار الاي بيدخل هيتوزع I1 وهيتوزع I2، يدخل في المقاومتين ويتجمع تاني ويخرج I، تمام كده؟ طيب امتى نستخدم ده؟ لما نعرف ان هما توازي. امتى برضه ما يكون طالب ايه؟ لما يكون طالب اي حاجه في الرسمه قدامك، طالب تيار كلي، مقاومه اولانيه، مقاومه تانيه، تيار اول، تيار تاني. طيب انت عندك كام حاجه موجوده في المساله؟ بما ان عندك فرعين فاكيد في تيار ومقاومه للفرع، يبقى كده 2، وتيار ومقاومه للفرع، واكيد في تيار كلي اللي هو اللي داخل الفرعين دول، وفي مقاومه كليه. فاول حاجه تفكر فيها ان في عندك حاجه اسمها مقاومه كليه، اللي هي R1 R2 توازي، محصلتهم R1 R2 على R1 زائد R2. دي كده حاجة انت بتجيبها لنفسك كده كده لو انت عايزها او مش عايزها. طيب تعالى بقى نخش على قانون التوازي. قانون التوازي بيقول لك ايه؟ بيقول ان فروق الجهد متساوية للتوازي، يعني لو خدت فرق الجهد بتاع الفرع ده هو هو فرق الجهد بتاع الفرع ده هو هو فرق الجهد بتاع الفرعين مع بعض. يعني عاوز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك فرق الجهد الكلي هو هو فرق الجهد الاولاني بتاع الفرع الاولاني وفرق الجهد بتاع التاني. يعني ايه برضه؟ يعني التيار الكلي اللي هو الاي في المقاومه الكليه اللي هي دي هي هياها لو انت جبت التيار الاولاني في المقاومه الاولانيه، هي هياها لو انت جبت التيار الثاني في المقاومه الثانيه. ده قانون فيه كام حاجه دلوقتي؟ 6 حاجات. ايه هما ال6 حاجات؟ تيار فرع في مقاومه فرع، تيار فرع في ثاني في مقاومه فرع ثاني، ولو كان في فرع ثالث تضيفه عادي في نفس المعادله، وده تيار كلي في مقاومه كليه. دول 3 حاجات بيساووا بعض، انت بتكتبهم في اي مساله بتقابلك في الدنيا. هيجي لك بقى مطلوب ان هو طالب قال لك احسب التيار المر في المقاومة دي، فانت عايز مين؟ الاي واحد، يبقى خلاص انت متأكد 100% انك هتاخد الجزء ده. طيب اخده مع ده ولا مع ده؟ حسب بقى معطيات المسألة. لو انت لقيت الاي 2 والار 2 يبقى انت هتحل بالقانون ده. طيب لو انت لقيت التيار الكلي وانت عندك الار 1 والار 2، تيار كلي وار 1 وار 2 يبقى من الار 1 والار 2 هتعرف تجيب الار الكليه، وانت عندك التيار الكلي يعني عندك اي وار، يبقى تاخد الجزء ده مع الجزء ده يديك القانون ده. دي الطريقه اللي انت هتحل بيها اي مساله توازي في الدنيا، مش هيقف قدامك حاجه بعدها. دي كده الاساسيات والحاجات المهمه اللي انت بتحل بيها فين؟ في اي سؤال في الامتحان. طيب في حاجة تانية أنا كنت قايلها في الفيديو بتاع توصيل المقاومات اللي هي طريقة إكس وواي، دي حاجة للمسائل المعقدة اللي هي قليلة لما بتيجي في الامتحان، فدي هنقولها في الفيديو التالت وليس الفيديو التاني، يعني الفيديو التاني اللي هيكون بعد ده
هيكون بعض الملاحظات هقولها مع بعض المسائل اللي هنحلها. اما دلوقتي هناخد بس الاشكال اللي هي موجودة معاك في صفحة كام؟ صفحة اول حاجة في مثالين سهلين اهو هناخدهم، وبعد كده هناخد الاشكال. المثالين اللي هما في صفحة 50، المثال جايب 3 مقاومات، مرة هيوصلهم توالي ومرة هيوصلهم توازي، وعايزنا نحسب شوية حاجات. تعالى كده نشوفها. ال3 مقاومات ليهم نفس ال3 قيم في الحالتين، يعني هما مسألتين زي بعض بالظبط، بس مرة خلاهم توالي ومرة توازي. 25 و70 و85. عاوز ترسم ارسم، مش عاوز ترسم ما ترسمش. ادي 75 او 25 و70 25 70 85، ومرة وصلهم توازي 25 70 85، دول متوصلين توازي. طيب ايه المطلوب في المثال الاولاني في التوالي؟ قال عايز المقاومة الكلية في الاتنين، ار داش او ار توتال مش بتفرق في المعنى. توازي يبقى توالي، يبقى تقول له ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، يعني 25 زائد 70 زائد 85 يديلك 180 اوم. اما لو هما توازي فانت هتقوم قايل ان الار داش او الار توتال هتبقى 1 على 1 على 25 زائد 1 على 70 زائد 1 على 85. حد بقى يحسب دي بالآلة الحاسبة يقول لنا هتطلع بكام. احسب دي على الآلة الحاسبة. ده كده قيمة المقاومة الكلية هنا وقيمة المقاومة الكلية هنا. نيجي بقى للمطلوب التاني، عاوز شدة التيار الكلي فين؟ هنا كان في معطى في المسألة بيقول إن فرق الجهد كام؟ متوصل مع بطارية 45 فولت، يعني عندنا الـ V بتساوي 45 فولت. هو عايز شدة التيار الكلي فين؟ في توصيل التوالي. توصيل التوالي شدة التيار الكلي هي شدة التيار الفرع الأولاني زائد شدة التيار الفرع التاني زي شدة التيار الفرع التالت. يعني عايز الـ I الكلية عموما. طب I تساوي إيه؟ قانون أوم العادي V على R. هو عايز التيار الكلي، ركز بقى في القوانين دي. عايز مين؟ التيار الكلي. طيب تيار كلي يبقى فرق جهد كلي يبقى مقاومة كلية. فرق جهد كلي يبقى بتاع البطارية اللي هو 45. طيب المقاومة الكلية اللي احنا حاسبينها 180، يبقى تحسب 45 على 180، هيطلع لك ربع امبير. ده شدة التيار هنا. المطلوب التالت فرق الجهد على كل مقاومة، يعني عايز ال V1 وال V2 وال V3. طيب ما انت عارف ان التيار اللي هيمشي في ال3 مقاومات دول نفس التيار اللي هو كام؟ ربع. يبقى بالتالي الفرق الجهد الاولاني هيساوي ال I1 R1. ال I1 هي اي تيار بربع لانها توالي، يبقى متساوي. R1 يعني المقاومة الاولانية اللي هي 25. 25 على 4 يعني 25 على 4 يعني كام؟ 6 وربع تقريبا، بتأكد من الارقام. فرق الجهد التاني هيساوي نفس التيار، اكتب بقى نفس القانون، يبقى ربع برضو في المقاومة التانية اللي هي 70، يعني 70 على 4 يعني 16.5 تقريبا. بعد كده في 3 هتساوي ربع 80، 80 على 4 يعني 20 فولت. المفروض لو جمعناهم يطلع لنا 45، فالمفروض دي 20 وده 22، يبقى 4. المفروض نتأكد بقى من الأرقام ونشوف هتطلع كام. دي تقريبا هتطلع 15.13 أوم. مسألة فرق الجهد التانية، عايز شدة التيار في كل مقاومة. شدة التيار في كل مقاومة هتجيبها منين؟ انت عندك فرق الجهد الكلي وعندك قيمة كل مقاومة، فتقدر تجيب التيار. الـ I هتساوي V على R، فتبقى الـ I الأولانية V اللي هي 45 على المقاومة الأولانية اللي هي 25، ونشوف هتطلع كام. الـ I2 هتبقى برضو نفس الـ V على المقاومة التانية، يعني 45 على 70، ونشوف هتطلع كام. I3 هتساوي الـ V هي الـ 45 على 85، ونشوف هتطلع بكام. ده كده الجزء الاولاني، ده المطلوب الاولاني. ده المطلوب التاني تيار كل مقاومه. المطلوب الاخير شده التيار الكلي. اكيد شده التيار الكلي هتكون هي مجموع ال3 تيارات اللي انت حسبتهم في الخطوه دي والخطوه دي والخطوه دي. دي تعتبر تطبيق مباشر على القوانين اللي عندك، انك بتحسب محصله التوالي ومحصله التوازي، بعد كده بتجيب تيار
كلي، بعد كده بيجيب فروق جهد كل مقاومه. هنا جبت تيارات كل مقاومه، بعد كده جبت التيار الكلي، فبتجمع التيارات مع بعضها، لان في التوازي التيارات الكليه او التيار الكلي بيبقى مجموع المقاومات، مجموع التيارات اللي متوزعه على المقاومات. ده كده مساله عاديه تطبيق مباشر للقوانين. فهنيجي بقى لصفحه، اول صفحه فيها مسائل، اللي هي الصفحه اللي فيها صفحه 52 اللي فيها الرسومات دي كده، عشان نشوف عاوزين نعرف منين ان هي توالي او توازي، لان في طلبه كتير بتتلبخ فيها، وانا جايب لك الرسم ده مخصوص عشان ابين لك الحاجات اللي انت هتتلبخ فيها فيما بعد، فركز معايا فيها وما تشوفهاش ان هي حاجات سهله عشان انت هتغلط فيها بعدين. ويا ريت توقف الفيديو دلوقتي او انا عم امسح السبوره، انت تجرب تحل كده وتكتب بسرعه توالي ولا توازي. انا مش عايز قيم، انا عايزك تقول لي مين توالي مع مين ومين توازي مع مين. اول واحده وتاني واحده دول طبعا مباشر جدا، اول اتنين توالي وتاني اتنين توازي. نيجي للرسمه الثالثه اللي هي في الصف الاولاني كده، مرسوم بالشكل ده كده، دي مقاومه، بعد كده مقاومه كده ومقاومه كده وبس. طيب تعالى كده نركز، معنى الطرفين دول معنى كده ده مدخل ومخرج التيار، يعني اكنك موصل هنا بطاريه، لو انت بتتلبخ وصل بطاريه كده مش هتفرق معاك اي حاجه خالص. هنا التيار هيجي داخل، طبعا ده سلك فاضي، فمش احنا بنعملهاش بالشكل ده كده، بس عشان السلك فاضي يعني سيبك منه خالص، تدخل التيار بالشكل ده كده، يعني ممكن تحذفه وتخليها بطارية عشان تبقى الرسمة أدق يعني. هنا التيار هيمشي في المقاومة دي، يبقى دي R1، التيار هيمشي فيها كده يوصل للنقطة دي. أول ما توصل لنقطة التقاطع ولقيت قدامك أكتر من طريق، يبقى ده أكيد مين؟ توازي. يبقى المقاومة دي والمقاومة دي المفروض توازي. أكمل بقى الشرط التاني، احنا قلنا عندنا شرطين، عندك فرعين هتمشي فيهم، الشرطين التانيين إن الطرفين بتوع المقاومتين يكونوا نفس النقطة. فبتجيب المقاومة دي تعمل ده طرف اهو وده طرف اهو، والمقاومة دي تعمل لها ده طرف وده طرف. الاتنين دول متوصلين ببعض؟ اه. في ما بينهم حاجة؟ لا. ما تقوليش في ما بينهم سلك، السلك ما يعتبرش حاجة، المهم ان مفيش مقاومات ما بين الاتنين دول. نفس الكلام هنا، النقطتين دول لازقين في بعض من اي مقاومات ولا اي حاجة خالص، فبالتالي المقاومة دي والمقاومة دي يتقال عليهم ايه؟ توازي. يبقى الار واحد او خليها بقى ار اتنين وار تلاتة، يبقى هنا ار اتنين وار تلاتة دول توازي، ولنفرض هيدولنا ار اربعة. تعمل ايه انت بقى؟ تقوم شايل الار تلاتة والار اربعة، الار تلاتة والار اتنين شيلهم خالص كده اهو، وحط مكانهم ما بين النقطتين هما هما بتوعهم دول مقاومة قيمتها بتساوي المقاومة اللي انت جايبها اللي هي كام؟ ار اربعة. عايز تمسحهم كمان امسحهم اهو، يعني اعتبرهم بقى ما عادوش موجودين خلاص، وانت ما عادش عندك الا المقاومة ار اربعة اللي انت عاملها. وتعتبر بقى مسألة جديدة، التيار اللي كان ماشي في ار واحد هيجي عند النقطة دي مش هيلاقي الا الار اربعة اللي هيمشي فيها برضه ويلف ويرجع، فهتلاقي مسار ماشي ورا بعضه كده متوالي، فمعناها تكون توالي. يبقى بعد كده الار واحد والار اربعة دول متوصلين توالي، ودول يدولك المقاومة الكلية بتاعت الدايرة اللي انت عايزها. في اربع مسائل شبههم تحت، هناخدهم واحدة واحدة ونسيب المثلثين دول للاخر. ناخد اللي بعدها اللي هي في الصف الثاني على اليمين، مقاومة كده ومقاومة كده ومقاومة كده والمقاومة دي بالشكل ده كده. هنا التيار هيدخل من المقاومة دي، فأكيد الأر واحد ماشيين فيها تمام. تيجي عند النقطة دي هتلاقي عندك فرعين، فرع ده والفرع ده، صح كده؟ قبل بقى ما تدخل انت عندك في مقاومتين شايفهم ورا بعضهم، المقاومتين دول المفروض ايه؟ توالي. طيب ايه شرط التوالي؟ ان التيار لو ماشي كده في المقاومة الأولانية هو هو يمشي في التانية ولا لأ؟ اه هو هو، فمفيش ما بينهم أي حاجة خالص، ولا نقطة تقاطع ولا أي حاجة. يبقى المقاومة اللي هي R2 والR3 الاتنين دول مع بعض كده توالي، يبقى تشيلهم محصلتهم هتبقى ايه؟ R2 زائد R3 عشان هما توالي بتجمع، فشيلهم خالص اهو، قطعنا الطرفين بتوعهم، حط مكانهم المحصلة بتاعتهم اللي احنا هنسميها كام؟ دي R1 وR2 وR3 وخلي دي R4، سمي محصلة الاتنين دول R5، فشيل بقى الاتنين خالص امسحهم من الدايرة وخليها اسمها R5. بتحطها فين الار خمسة؟ من نفس النقطتين اللي انت شلت منهم الاتنين دول. اتبقى لك ايه؟ المسألة دي بقت توأم المسألة اللي فوقها بالظبط، اللي هو في مقاومة توازي مع المقاومة دي
بعد كده بجيب محصلة التوازي اللي بسميها R4، اخدها توالي مع المقاومة الأولانية. دي كده الفكرة التانية. تعال ناخد الفكرة التالتة اللي جنبها على طول، نفس الرسمة تقريبا ومزودين حاجة واحدة. هي ايه الحاجة الواحدة دي؟ اول حاجة شكلها بس طاير. الحاجة اللي انا عايز اقولها لك، اول ما تبص للرسمة ما تجريش وتقول ان دي ودي توازي، دول مش توازي خالص، وما تجريش تقول دي ودي توازي، ما هماش توازي خالص. ليه؟ تعال نشوف هل ليهم نفس الطرفين ولا لا. دي طرفينها هم ودي طرفينها هم. الطرف ده مش متوصل بده، زائد الطرف ده والطرف ده ما بينهم مقاومة اللي هي الار اللي هي في النص دي، تمام كده. فالمقاومة دي منعت ان هما توازي. نفس الطريقة المقاومة دي والمقاومة دي ما بينهم مقاومة منعت انك تقول عنهم توازي. فيبقى المفروض انت بعد كده قبل ما تيجي تبدأ في اي حاجة تقول هي توالي ولا توازي بالشكل كده ان هما الاتنين قصاد بعض توازي، لازم تتأكد من الشرطين ان هما لازم يكون الطرفين هما نفس الطرفين، مفيش ما بينهم اي حاجة. لازم الطرفين دول نفس الحاجة، مفيش ما بينهم اي مقاومة، فبالتالي دول ما ينفعوش توازي. دول بقى اللي اسمهم لا توالي ولا توازي. دي ودي ما هيش توالي ولا هي توازي، ودي ودي لا هي توالي ولا توازي. يعني هما مش متوصلين ببعض، متوصلين ببعض بس بطريقة تانية. لما انت تخلص الدايرة كده خطوة خطوة زي اللي فاتوا هتلاقيك وصلت للحل. طيب هتعمل ايه؟ هتبص كده هتلاقي ان الاتنين دول ماشيين ورا بعض ومفيش ما بينهم اي حاجة خالص. يبقى ال R1 لو رتبناهم بقى R1 R2 R3 R4 R5، فهتلاقي ان ال R3 وال R2 توالي مع بعض. تقوم شايلهم كده وحاطط مكانهم مقاومة اسمها مثلا R6 محصلتهم. فال R6 هتلاقيها مع ال R4 توازي، اللي هما الاتنين دول ليهم نفس الطرفين اهو، فدول توازي. تشيلهم مع بعض كده يبقى دول توازي. تجيب محصلتهم وتحطها فين؟ ما بين النقطتين دول. نعملها لك باللون تاني عشان تبقى واضحة اهو. تعملها هنا كده، شيلت دول خالص، حط مكانهم محصلتهم بقى اللي هي ولنقل ان هي R8. هتلاقي بقى لك بقى ان R1 وال R8 وال R5 ورا بعض توالي، ما كانوش توازي زي ما انت قايل، فيبقى دول ماشيين ورا بعض، يبقى دول توالي. طيب الشكل اللي بعده تحت خالص كده على اليمين، او في لسه اتنين كمان، واحد اتنين تلاتة، لسه اتنين، اخر اتنين على الشمال في الصفحة تحت. نفس المقاومة دي كده متوصلة مع دي كده ومع دي كده وبس. تعالى بقى نشوف هنا، هتقول مفيش دي ولا دي مش شكلهم مش توازي، ودي ودي مش شكلهم توازي ولا اي حاجة خالص. طيب هتعمل فيها ايه دي؟ اقول لك لا. هتقول لي دي ودي توالي يوم، اقول لك لا مش توالي، لان في نقطة تقاطع. يعني التيار هيمشي هنا، لو واقف هنا هتلاقي قدامك طريقين لو انت داخل من هنا مثلا. طيب تعمل ايه؟ انت شايف المقاومة دي الطرفين بتوعها هم، والمقاومة دي الطرفين بتوعها هم، الطرف ده مشترك في الاتنين، والطرف ده اخد الطرف ده، تمام كده. مش اخو يعني مفيش ما بينهم اي حاجة، يبقى الطرفين دول هم الطرفين دول. يبقى عايز اقول لك ان الار واحد والار اتنين الاتنين دول مع بعض كده ايه؟ توازي. تجيب محصلتهم وتشيل النقطتين دول من بدايتهم لنهايتهم، وتحط قيمة المقاومة المحصلة بتاعتهم ولتكن R7 مع الار واحد. يبقى لك ار واحد والار سبعة ماشيين ورا بعض ايه؟ توالي. اعتقد كده سهلة. ناخد اخر واحدة نركز برضو بيها على حاجة تانية. عندنا بالشكل ده كده، هتيجي تبص لدول يبقى عندك اتنين توازي سهلين اهو. تقوم قايل لي لا يا مستر بقى خد بالك، هقول لك ماشي انا خد بالي. هنا في مقاومة ما بينهم اهو صح؟ ما ينفعش يبقى الاتنين دول توازي. امال دول ايه بقى؟ دول توالي. تقول لي طب ما شكلهم توازي، هما مالناش دعوة بالشكل، احنا لينا ان التيار هيمشي كده وينزل كده، وبرضه هو هيمشي كده، مفيش فرق تاني. فبالتالي لو سميناهم R1 R2 R3 R4، فبالتالي ال R2 وال R3 دول توالي. شيلهم وحط المقاومة بتاعتهم ما بين نفس النقطتين اللي انت شلتهم منهم اللي هي ولتكن R5. بالك ان R5 وال R4 الاتنين نفس النقطتين هنا ونفس النقطتين هنا، يبقى الاتنين دول توازي. يبقى ال R4 و R5 توازي. شيلهم وحط القيمة بتاعتهم هنا ولتكن R6، هيتبقى لك بقى ان ال R1 وال R6 دول ايه؟ توالي. اعتقد كده بقت سهلة.
لو انت مش بتعرف تعملها ورا بعضها كده في مسألة واحدة، ممكن ترسمها خطوات، يعني بعد ما تمسح دول تقوم راسم رسمة تانية بالشكل ده، بعد ما تخلص الاتنين دول تمسحهم وترسم رسمة تانية بالشكل ده. يعني ايه؟ يعني تعالى ناخدها واحدة واحدة اهو. دي ار واحد زي ما هي، احنا شيلنا الار اتنين والار تلاتة وحطينا مكانهم حاجة اسمها ار خمسة توازي مع الار اربعة، يبقى الار اربعة زي ما هي تقوم حاطط معاها الار خمسة اهو. بعد كده بتشيل الار اربعة وار خمسة وتحط محصلتهم ار ستة، فبدل ما تشيلها بتقوم راسمها من الاول تاني، يبقى الار واحد زي ما هي وتشيل الاربعة والخمسة وتحط مكانهم ار ستة، فبقى ار واحد ار ستة واربعة دي توالي. دي شكلها ابسط اهو، بس في ناس بتحب تخلص بسرعة على اساس ان الحاجات دي بتبقى سهلة في الامتحان فيما بعد، يعني لما تاخد فصل تاني وتالت هتلاقي الفصل الاولاني ده تافه جدا يعني. فده كده التوصيلات بتاعتهم. اخر حاجة المثلثين اللي عندنا، في مثلث في شكله كده والمثلث التاني شكله كده، سهلين جدا برضو. هتيجي تبص على المقاومة دي هتلاقي الفرع الاولاني ده والنقطة التانية بتاعتها هنا، والمقاومة التانية ليهم نفس نقطة البداية والنهاية، فالار واحد والار اتنين هنا هيكونوا توازي. تحت هتلاقي الار دي والار دي ماشيين ورا بعض في مسار واحد، فهتقوم قايل ان الار واحد والار اتنين دول توالي عشان ماشيين ورا بعض، بتشيلهم كده تحط محصلتهم مقاومة بتساويهم، فيبقى لك المقاومة دي والمقاومة دول توازي. ده كده بتبقى بيتقال عليها طريقة الاختزال او التبسيط، انك بتبسط الدايرة اللي قدامك حاجة بحاجة كده. لو لقيت انت اتنين توالي شيلهم وحط قيمة محصلة بتاعتهم، بعد كده تلاقي اتنين توازي شيلهم وحط قيمة المحصلة.